أعزائي، إن شاء الله تكونوا بخير واموركم كلها جيدة. مرحبا بكم فيديو جديد ومعكم شيماء بوتيري. إذا كنت أول مرة كتشوف لا فيديو ديالي ديال اليوم أو يلاه أول مرة غادي تشوف القناة ديالي، ما عليك غير الضغط على زر الاشتراك والجرس باش هكا يوصلك كل جديد. وإذا كنتي من الناس اللي هما تبارك الله وما شاء الله يعني من المساندين ومن المتابعين لا القدامى ولا حتى الجدد، تنقول لكم شكرا بزاف، شكرا على التعاون ديالكم، شكرا على المساندة ديالكم، وإن شاء الله تكون قناتي يعني فيها شي حوايج اللي هما متنوعين واللي كيفيدوا الجميع. الفيديو ديالنا ديال اليوم غادي يكون هو الفيديو الثاني سلسله ديال البكالوريا، يعني ما بقى والو البكالوريا، احنا مازال لينا تقريبا شهر باش نساليو الدوره الاولى، ومازال لينا تقريبا يعني 4 ديال الشهور باش ندوزو الامتحان اللي هو البكالوريا، باش ندوزو زعما حتى انا ندوز معاكم. لا فيديو ديال اليوم راه ماشي بالضروره كيخص غير الناس ديال البكالوريا، ممكن تفرجوا فيه الناس ديال السادس ابتدائي او حتى الناس اللي كيقراو في الثالثه اعدادي. الفيديو الاول كان كيدوي على شنو هما الاخطاء المدمره اللي كيقدروا يوقعوا فيها الناس ديال البكالوريا او حتى الناس ديال الثالثه اعدادي، يعني الاخطاء اللي كتكون مدمره وكيوقعوا فيها بزاف ديال الناس واللي ما بغيتكمش حتى نتوما توقعوا فيها. هذا علاش جمعتها لكم كامله في فيديو واحد وغادي نخليه لكم في صندوق الوصف في الاسفل. الفيديو ديال اليوم قلت احنا غادي نمشيو ايطاب باغ ايطاب. دابا انايا عرفت شنو هما الاخطاء اللي كتدمر البكالوريا، اخطاء اللي ممكن نوقع فيهم، اخطاء اللي وقعوا فيهم ناس اخرين واللي سببت لهم مشاكل، مجموعه يعني بزاف ديال الهضره ارتئيت انني نقولها لكم في الفيديو اللي كان من قبل. لا فيديو ديالنا ديال اليوم قلت واخا احنا تعلمنا شنو هما الاخطاء، وانما شنو غيخصني ندير كاول خطوه اخرى باش انني نبدا في المراجعه ديالي. قبل ما نبدا المراجعه ديالي اكيد غيخصني ننظم الوقت ديالي، فلا فيديو ديالنا ديال اليوم غادي يكون كيدوي على كيفاش نقدروا ننظموا الوقت ديالنا في الفتره ديال الامتحانات. يلا بقاو معايا حتى الاخير باش تشوفوا شنو هما النقاط الاساسيه والمهمه وشنو هما الشروط المهمه في وضع اي برنامج للامتحان. أعزائي هي النظام النظام النظامي، وفاش كنقولوا النظام كنعنيو به جدول للتنظيم. انا من الناس اللي ما كيعجبنيش نمشي يعني عشوائيا، كيعجبني على الاقل نكون واضعه برنامج او نكون واضعه فقط ورقه وستيلو كنقط فيها شنو الاول شنو الثاني، يعني عندي برنامج. والقاعده المشهوره واللي دائما ما كنقولها الا ما كانش عندك برنامج يعني اليومي لا في حياتك الدراسيه ولا في حياتك الشخصيه ولا في حياتك المهنيه، فحاول انه ما تكونش دائما برامج الاخرين. اكيد غتلقى صاحبك منظم وقته على حسب واحد البرنامج دايره هو، وكل واحد فينا يعني كيدير برنامج يعني برنامج خاص، يعني ماشي بالضروره يكون كيشبه البرنامج ديالي، وماشي بالضروره خاصني ندير انا برنامج اللي كيناسب برنامجه هو، يعني كل واحد فينا في الاخر كيوضع برنامج اللي هو مناسب ليه. فشنو هو هذا البرنامج وشنو الحاجات اللي هي مهمه ولا الشروط الاساسيه اللي مهمه فيه؟ قبل ما نتكلم عليه بغيت نفكركم بلي غادي يكون فيديو ثاني من مورا هذا، غيكون دي اي واي ديال كيفاش نقدروا نصاوبوا يعني مذكره اللي هي خاصه فقط بالبرنامج ديال الامتحانات، يعني تكون شويه مرحه باش هكا وحنا كنخدموا فيها ما نحسوش بواحد الثقل علينا او ما نحسوش يعني بالملل او ما نحسوش اننا مجبرين ان نحضوا، يعني تكون شي حاجه شويه امه فاش كنشوفوها كنحسوا شويه بالفرحه. غادي تسناوني في الفيديو الثالث يعني من مورا هذا، غادي يكون فيديو خاص بهذا الشكل هذا. شنو هو اول شرط من الشروط اللي خاصه تكون عندنا الا بغينا نديرو برنامج للدراسه؟ اول حاجه خاصنا نحددوا هذا البرنامج وهو واش هو غيكون برنامج يعني للعطله او برنامج اللي غادي يكون فقط في الايام الدراسيه. اذا كنا زعما قريبه لنا العطله ويعني ما بقاش ليها بزاف، يعني خاصنا نكونوا مصاوبين جوج ديال البرامج. البرنامج اللي كنخدم عليه انا تقريبا دائما اللي هو في الايام الدراسيه، والبرنامج الثاني اللي غادي يكون فقط في الايام العطله. واكيد في هذا البرنامج غادي نحترموا فيه حتى الوقت ديال المدرسه، معاش كندخلوا معاش كنخرجوا، وغادي نحترموا فيه حتى الوقت اللي كندوزوا فيه الساعات الاضافيه. ولكن شرط كنعاود ناكد لكم من الاخطاء اللي كنا تكلمنا عليها في الاسبوع اللي فات، يعني في الفيديو الاول قلنا بلي من الاخطاء اللي كيوقعوا فيها بزاف ديال التلاميذ انهم كيعتمدوا فقط على الساعات الاضافيه وما كيراجعوش في المنزل، اولا كيعتمدوا فقط على القسم وما كيحاولوش انهم يراجعوا في القسم. فخاصنا نحترموا دوك الساعات الاضافيه اللي دايرينهم، وانما ما نساوش اننا نراجع في المنزل، لان المراجعه في المنزل او المراجعه ديالك وانت جالس بوحدك غادي تفيدك اكثر واكثر من انه تكون كتراجع مع بزاف ديال الناس او لا انك فقط تعتمد على الساعات الاضافيه. يعني من بعد ما تكلمنا على اننا نوضع برنامج يعني خاص للايام الدراسيه
والخاص في الايام ديال العطل. ثاني حاجه هي اننا نحددوا في هذا البرنامج شنو هما المواد اللي غادي ندوزو فيهم امتحان. يعني انا الا كنت كنقرا في الثانيه بكالوريا شنو المواد اللي غادي نحتاج، يعني المواد اللي هما علميه، ولا كنت كنقرا في يعني في الاولى بكالوريا شنو هما المواد اللي غادي ندوز فيهم الامتحان، ونحددوا لكل ماده واش هي بالنسبه لنا صعبه او لا بالنسبه لنا هي سهله، يعني نحطها بواحد الترتيب، ونوضع لكل ماده يعني شحال فيها من درس، واش هذا الدرس انا فاهمه ولا مازال، واش هذا الدرس انا فاهمه شويه او لا مازال. وفاش كنقول ماده هي صعبه او لا سهله، انا نعطيكم مثال. انا واحد السيده اللي تنقول بلي انا كنعرف نعجن، يعني انا كنعرف نعجن، كنعرف نطيب، كنعرف نصوب بزاف ديال الحواجات، وقلت لك بلي داكشي بالنسبه لي شي حاجه سهله شي حاجه ما صعيبه شي. فواحد النهار وافقت انا حتى الوحده، واش في نظركم نهار غنفيق مع الوحده غادي نقدر انني نطيب الخبز ونطيب الغداء ونطيب العشاء ولا نطيب عشاء؟ ما يمكنش، بالخصوص الا كنت انا داخله مع جوج ونص. فهكاك القرايه، شي مواد اللي كيبانوا لينا بالنسبه لينا حنا ساهلين جدا، وانما راه الا ما خدمناش فيهم، الا ما عطيناش فيهم، الا ما تقاتلناش فيهم، والا ما نظمناش فيهم الوقت، راه كيوليو بقاو يبانوا حتى هما صعابين بحال جميع المواد اللي كاينين. كذلك اعزائي انني نوضع الوقت اللي غيطلب مني لكل ماده، يعني مثلا الرياضيات شحال يخصني في هذا الوقت، مثلا علوم حياه والارض شحال يخصني في هذا الوقت، مثلا فيزيك شحال يخصني في هذا الوقت، الفلسفه كذلك شحال يخصني في هذا الوقت، واخر حاجه كنظن في البكالوريا واللي هي اللغه الانجليزيه. يعني نحاول انني نقسم رياضيات علوم حياه والارض فيزيك الفلسفه وحتى اللغه الانجليزيه، يعني كل وحده نوضع لها الوقت المناسب ديالها. واكيد يعني في اليوم الواحد ما نبقاش غير نحفظ في ماده وحده، لان هكايا كنحس بواحد الثقل كثير وكنحس بملل. بالعكس خاصني ندمج ما بين حاجه اللي هي تنعتبر انا سهله وحاجه اللي كنعتبرها صعبه، او الحاجه اللي كتطلب مني مجهود اكثر، يعني ندمج ما بين هذه وهذه، ماشي نوضع يعني نفس الماده نخليها كلها نبقى خدام فيها نهار او يومين، وكاين اللي كيبدا يدير كيخدم في ماده وحده كيخدم فيها اسبوع تيقول حقا حتى نساليها كلها اللي نبدا حاجه اخرى. راه ما يمكنش، يعني خاصك تمشي بالتدريج، والعقل ديالك ماشي غادي يبقى عقلك على حاجه وحده، يعني خاص يكون هكا متنوع. حاولوا تقلبوا على الحاجات اللي كتطلب منك مجهود اكثر، يعني من ناحيه الفهم، ومجهود اكثر من ناحيه انك تحفظها، بحال مثلا الفلسفه، او بحال مثلا الا كانت عندك علوم الحياه والارض شي حاجه تغير فيهم حفاظها، او لا فيزيك اللي فيها قواعد. يعني تحاول انه غير بوحديتك تدمج ما بين الحاجات اللي كتعتبرهم ساهلين والحاجات اللي كتعتبرهم يعني صعابين. وهكا يكون برنامج كيف ما قلت لكم متنوع، يعني فيه ما بين حاجات ديال الفهم والحاجات ديال الحفظ، ما تعتمدش فقط على حاجه وحده لان العقل ديالك غادي يعيا، وبالتالي ما غاديش تقدر انك تكمل البرنامج ديالك. تاخذي البرنامج ديالك، يعني انا كان يعني مع التلاميذ اللي كنخدم معاهم تنقول لهم دائما يعني يديروا مذكره وها شنو يدير فيها. البرنامج الاول اللي انا مقبله وانا كندوي لكم عليه كيكون فقط فيه، يعني كنكونوا كاتبين مثلا 2 3 4 5 الجمعه السبت والحد، وتنكونوا كاتبين يعني المده اللي غنحفظوا فيها، واش من 8 ل 12 او من 2 ل 6 او ساعتين او 3 او 4 او 5، يعني كنقسم انا على حسب الاوقات اللي نقدر نراجع فيهم، اولا نلقى حاطه يعني البروغرام ديال المدرسه ها هو كيفاش كنخدم فيه. اما البروغرام اللي انا غنراجع فيه ها فوقاش، يعني الا كانت عندي ساعه خاويه ما بين هذه وهذه ها اشنو غنراجع؟ شتي غير تخدم تمرين واحد او لا جوج او لا نموذج ديال امتحان في النهار، راه اكيد راها يعني غادي تنقص عليك بزاف ديال الحوايج اللي هما تابعينك. وكتوضع برنامج اخر كتكون داير فيه بحال هكا، يعني جدول كتوضع فيه التواريخ، يعني مثلا الشهر الاول كتوضع هكا، يعني 30 يوم زائد 30 يوم ديال الشهر الاخر زائد 30 يوم ديال الشهر الاخر، يعني مثلا عندنا 60 يوم، وكل نهار كتكوشي واحد، يعني هكا كتولي عارف شحال باقي لك ديال الوقت، وشنو هما الاوقات اللي قدرتي انك تراجع فيهم والاوقات اللي ما قدرتيش تراجع فيهم. هكا يعني تستخدم ستيلو ديال الوان مختلفه، قول اليوم راجعت، اليوم ما راجعتش، اليوم درت امتحان، اليوم ما درتوش. ودائما في اخر كل اسبوع حاول انه تجبد نموذج ديال امتحانات ديال واخا توصل لك حتى التسعود ديال السنين اللي فاتت، يعني كل مره خدم بها، يعني قلب شوف واش تقدر عليه ولا ما تقدرش عليه، يعني هكا باش هكا تكون مرتاح ولو نسبيا. واكيد في البرنامج ديالك خاصك توضع واحد 10 ديال الدقائق ديال الراحه. شنو هي هاد 10 دقائق؟ 10 دقائق من المورا كل ساعه دوزتيها في المراجعه.
هاد 10 دقائق ما خاصكش تشوف فيها التليفون، ما خاصكش تفرج فيها التلفازه، يا اما تتريح يعني تاكل شي حاجه اولا تضرب واحد الدواره صغيره تشم فيها الهواء او شي حاجه بحال هكا، وانما تفادى تهضر مع شي واحد اللي هو سلبي اولا تفادى تهضر مع التلفازه بحد ذاتها حيت فيها غير غالبيه الوقت فيها غير الاشياء اللي هي سلبيه، وتفادى انه حتى تتكلم مع ناس اللي ما غاديين غير يبرزوك مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني خاص هادشي تيفيتيه كله بمرة. بعد موضعنا يعني الجدول ديالنا اللي غادي يكون فيه الايام وفوقاش نقدروا نحافظوا اللي كيكون يا اما خلال يعني الايام المدرسيه او الايام الدراسيه او حتى اللي كيكون في الايام ديال العطله، وضعنا كذلك جدول اللي كنشوفوا فيه فوقاش عندنا امتحان وشحال الايام اللي هي متبقيه ديالنا يعني متبقيه للامتحان، وفي نفس الوقت كنبداو نشوفوا واش انا حفظت واش انا ما حفظتش، يعني واش انا غادي في طريق صحيحه او لا. اخر حاجه اللي ممكن اننا نديروها هي فوقاش نقدروا اننا نحطوا شنو هو التوقيت المناسب للمراجعه. اكيد التوقيت المناسب للمراجعه يا اما الصباح بكري او وسط النهار، ونحاولوا اننا نتفادوا الليالي البيضاء. شنو هي الليالي البيضاء؟ هي الناس اللي كيبقاو يسهروا الليل كامل، حتى هادو من الاخطاء اللي كيوقعوا للناس ديال البكالوريا، كيبقى يسهر مده طويله كيولي كيحس بالارهاق، كيولي ما كيقدرش يكمل، كيولي يجي نعاس، ما حيت بعض المرات كيسهر حتى لثلاثه ونهار الاخر داخل مع الثمانيه، ومع الثمانيه راه تيكون درس جديد يعني حاجات جديده ما كيقدر لا يركز لا في البيت ولا في الدار ولا في السوايع، يعني كيبقى مشتت. فهذا علاش تفادوا يعني الليالي البيضاء. ولا كنتم مضطرين انكم تسمعوا، يعني الا كنتم مضطرين انكم تخدموا بالليل، تحاولوا انكم تخدموا شي حاجات اللي هي غير تمارين، شي حاجات خفيفه بحال شكل الرياضيات، تخدموا شي حاجات اللي كتطلب منكم مجهود كثير، لانه العادي ديال العقل كيرتاح في الليل ماشي كيبذل واحد المجهود. ولا كنتوا كذلك من الناس اللي كيسمعوا الموسيقى، حاولوا انكم تسمعوا موسيقى اللي هي هادئه، وانا كنفضل انكم تفادوها لانه نهار الامتحان غادي يكون واحد الهدوء اللي قاتل جدا، اللي بعض المرات كديروا نوجه منه لان كتولي كتسمع غير شي دبانه لذيذة ولا شي حاجه بحال هكا، يعني كيكون واحد الهدوء في شكل اللي انت ما يعني ما ولفتيش عليه، فكتولي وسط الامتحان كتبقى تحرك كتبقى واعد شنو، كيولي هذاك اللي المراقب تياخذ منك البال تيقول يمكن هذا بغى ينقل او لا يمكن هذا بغى يجمع او لا يمكن هذا شي حاجه خايف منها او لا يمكن هذا داير شي اللي كنت كيتصنت بهم، يعني كيولي كيحس بك بلي راك متوتر. فهذا علاش الاغاني حاولوا انكم تفادوها. تقريبا هادو هما الشروط المهمه في اي برنامج اللي ممكن نوضعوه، يعني الا اعتمدتوا عليه اكيد غادي تنقص عليكم بزاف ديال الحوايج. عارفه بلي كاينين الناس اللي غادي يكونوا جاهم هاد المعلومات اللي هما عاديين، المعلومات اللي ديما كيسمعوها، وكاينين الناس اللي اول مره غادي يتفرجوا فيها يعني ان شاء الله، او اول مره يسمعوها ان شاء الله تكون وصلاتكم شويه. وانما الجدول وانما المذكره اللي غادي تكون في الدي اي واي هي اللي غادي توضح لكم مزيان كيفاش خاصو يكون هذا اليوميه اولا كيفاش خاصو يكون هذا الجدول. عاوتاني كاين صداع عندي شي حاجه عادله ما يمكنش، حيتاش انا باش نحطكم الصوره كنسكن في الشارع، يعني كنسكن على الشارع، يعني الاصوات اللي كتسمعون دابا راهم قرابين ليا بزاف، ما عنديش كيفاش غنديهم. المهم غادي نتلاقاو في الفيديو الجاي. الفيديو الجاي غادي يكون يعني من غير ديال دي اي واي، غادي يكونوا شنو هما الطرق باش نراجعوا، يعني واش انا من الناس اللي كيفهموا او من الناس اللي كيحفظوا، كيفاش نقدر انني نعاون راسي. وقبل ما نديروا هذا الفيديو هذا غادي يكون كيفاش نقدروا نلخصوا الدروس، يعني كيلقاو بزاف ديال الناس صعوبه في كيفاش يلخصوا الدروس، يا اما الناس الادبيين او حتى الناس العلميين، حيت ممكن انه الرياضيات او لا فيزيك او العلوم حيث الارض ممكن اننا نلخصوها، لانه هكا غتنقص علينا بزاف ديال الحوايج وتنقص علينا بزاف ديال المجهودات اللي ما نبغيوهاش تضيع غير هكاك، يعني غادي تكون اكيد يعني فيها فائده. وغادي نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اكيد الا كانت عندكم اضافه جديده تقدروا تخليوها في تعليق او تبعتوها في رساله خاصه وغادي نجاوبكم ان شاء الله. يلا غادي نقول لكم السلام عليكم.